والحمد لله مركز بيتنا حل لنا المشاكل وما عاد صفى عنا عقبة لا بالمشي والحمد لله ولا بالنطق. أنا أم لجنى، العيد صار عندي عيدين لأنه اليوم بنتي تخرجت من مركز بيتنا للعلاج الفيزيائي. كانت بنتي بتعاني من رخاوة بالأطراف، شافتها جارتي فورا دلتني على مركز بيتنا للعلاج الفيزيائي معالجة النطق. فورا أجيت سجلتها بالمركز واستقبلوها من أول يوم وبلشنا علاج، صار لها سنة عم تتعالج. الحمد لله صار في تحسن منيح، صارت تحسن تمشي طبعا بفضل الدكتور اللي تابعها بالأجهزة الخاصة فيها والتمارين. بالنسبة للنطق سجلتها هون عند الأنسة، صار فيها تحسن بالنطق، صارت تعرف تحكي الكلمات اللي بدها إياها، كانت تستعمل الإشارة أكثر من الكلمات. الحمد لله لا هلا استغنت عن الإشارة وصارت تطلب طلباتها وتحكي شو بدها. يعني نحن كثير ارتحنا بالمعاملة معها، كنا كثير تعبانين يعني. أنا ثروة عثمان الحسين من مدينة سراقي، معالج فيزيائي تخريج كلية حمص من الأكاديمية. تهجرنا من مدينة سراقي بسبب قصف النظام المجرم، طلعنا على مدينة الباب. طبعا أنا عفت بيتي وكله، بس الأجهزة اللي بدي أخدم فيها الأطفال والعلاج الفيزيائي للمرضى هاي الوحيدة اللي حافظت عليها، لأنه أنا جاي على مدينة رح يكون فيها من آثار الحرب، أكيد رح يكون فيها إصابات. فأحد الأصحاب دلني على مركز بيتنا وفي إصابات كتير بما يعادل 200-250 طفل، فمن هال 250 في 100 طفل بحاجة علاج فيزيائي. طبعا كتخديم أنا الأجهزة اللي جبتها ما يكافي والمركز دخله ضعيف جدا، يخضع إلى دعم بسيط من تجار الباب، وأجهزته مع أجهزتي صارت تشيل هالإصابات اللي عنا. والحمد لله يعني بهالثلاث سنين أنا مخرج بحدود 25 طفل شلل طرف سفلي بنقص أكسجي أو نقص تروي ضمور دماغي، والحمد لله صار في استجابة، صاروا يمشوا ويتحسنوا وخرجناهم. ومن ضمنهم هلأ آخر حالي جنى الشحرور من دومة، صار لي سنة أنا بعالجها، كان معها متلازمة وأثرت على الطرف السفلي ضمور بالعضلات السفلية عضلات الساق والفخذ، فقمنا بعملية تحريض بالأجهزة مع حركات الرياضية ومتابعة بشيء اسمه فيزيائي منزلي. نحن نعطي لوالد التمارين تمارس لها، والحمد لله رب العالمين أمورها صارت كويسة وصارت تمشي، واليوم تم تخريجها. ولكن المركز بشكل عام ماديا ضعيف جدا، الدعم معدوم، نحن ما بنحسن نستغني عنه لأي ظرف من الظروف. نحن عم نشتغل تطوع لحد الآن بشيء رمزي جدا، لأنه هؤلاء الأطفال حتى لو ما ضل دعم خالص نحن مستعدين أن نضل كل عمرنا نتابع مع الأطفال. بين أثر الحرب هني تعرضوا لأكثر من حالات إصابات، مو شرط بنقص أكسجي أو كل الحالات النفسية بتأثر على الأطفال، فاستقبلنا حالات كثير ورح نضل متابعين، ونتمنى نحن يصير في دعم مشان يصير في تطوير للأجهزة اللي عنا، وبدل الطفل ما يطول سنة وسنتين ممكن يصير 5-6 شهور. إذا كان في شيء حديث طبعا ما بنقول أجهزتنا قديمة، ولكن فعاليتها جزئية ما كاملة، مع المتابعة بصير الحمد لله استجابة والحركات الرياضية. بالنسبة لتسجيل الحالات طبعا بتقرير طبي من داخلية عصبية أو عظمية، نحن بنستقبل الحالة على موجب التقرير نستخدم العلاج والأجهزة اللي عنا، ولكن من الضغط الموجود عنا عم نعمل 3 جلسات للطفل في الأسبوع، ولكن الثلاثة اللي ما عم يتعالج فيهم بنعلم نحن والدته بشيء اسمه فيزيائي منزلي من حركات الرياضية تقوية عضلية دعم نفسي، هذا كله بيحتاجه كمان الطفل حتى في المنزل. هلا رح نتابع فيها تعليم الاحرف، يعني رح تبلش معها الانسه بالاحرف، خلصنا تقريبا من النطق صارت تعرف تطلب طلباتها. بنشكر مركز بيتنا، المعامله كثير كانت حلوه معها، يعني الحمد لله ما يتأففوا منها، ومع انه والله وضعها يعني كان صعب بس الحمد لله استقبالهم كثير كان حلو. يعني بشكر مركز بيتنا الاداره وبشكر الانسه والمعالج الفيزيائي على حسن تعاملهم معنا. يعني أول ما أجت أول يومين تبكي والله صوتها لبرا ما ترضى تسكت، الحمد لله صارت هي تحب تجي، صارت معلقة بالمدرسة الحمد لله رب العالمين. يعني صار الحمد لله في تحسن بالمشي وبالنطق
يعني صارت أريح، هي نفسيتها حتى ارتاحت، حست حالها مثل العالم يعني.